السيدات والسادة الحضور، قبل عام من الآن شهدت العاصمة الإدارية الجديدة منح موسوعة جينيس العالمية لصندوق تحيا مصر لقب أكبر قافلة مساعدات إنسانية في التاريخ. واليوم نحن بصدد تحدي جديد يخوض الصندوق بمشاركة وزارة التضامن الاجتماعي و18 منظمة مجتمع مدني لتسجيل أرقام قياسية جديدة تلهم العالم بقدرة المصريين على تحقيق المستحيل. أدعو الآن الدكتور أحمد مقلد، الرئيس التنفيذي للمكتب المنسق لموسوعة جينيس للأرقام القياسية، للتعرف على تفاصيل محاولة صندوق تحيا مصر بتسجيل أرقام قياسية جديدة من خلال القافلة التي سيطلقها اليوم لرعاية مليون أسرة مستحقة. فليتفضل. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، السيدات والسادة الحضور الكرام، أهلا بكم. في البداية أود أن أشكركم على دعوتي لأكون هنا بينكم في هذا اليوم المميز، وهو اليوم العالمي للعمل الخيري، والذي تقوم بالاحتفال به جمعية العامة للأمم المتحدة من أجل تكريم أعظم أعمال العمل الخيري في العالم من أفراد ومؤسسات عمل مجتمعي أو مؤسسات خيرية أو منظمات غير حكومية وحكومية على مستوى محلي أو إقليمي أو عالمي. في الحقيقة أول مرة أشهد احتفال بهذا اليوم على هذا المستوى في مصر، وهذا إن دل على شيء فهو يدل على اهتمام الدولة المصرية بتعميق العمل الخيري وتطويره في مصر، بما ينعكس على المجتمع وينعكس على القضاء على الفقر لتحقيق التنمية المستدامة في مصر. وأجد أن هذا الاهتمام من الدولة قد انعكس تماما على العاملين في مجال العمل الخيري بما نشهده من إنجازات. والحقيقة احنا لاحظنا ظاهرة أنا أسميها ظاهرة، وهي ظاهرة صندوق تحيا مصر، فقد شرفت بالعمل معهم منذ عام على أرقام قياسية أخرى، أنهم ينتقلون بالعمل الخيري من مجرد الحرص على تقديم المساعدة إلى إتقان هذا العمل، بل ومحاولة الإنجاز فيه على مستوى عالمي ومنافسة العالم أجمع في العمل الخيري. وأجد أن ما شرفت بالعمل عليه معهم سابقا هم ثلاث أرقام قياسية تم تحقيقها في شهر نوفمبر الماضي، وهي أكبر قافلة أكبر تبرع بصناديق الأغذية في العالم، وبلغت 300 ألف صندوق، أكبر حملة تبرع بالدجاج في العالم بلغت 2 مليون كيلوغرام، وأطول قافلة مساعدات في العالم وبلغت 480 قافلة. ونجد أن العمل الخيري مع صندوق تحيا مصر لا يتوقف عند غذاء أو كساء، إنما تخطى ذلك ليشمل الدعم الصحي والدعم الطبي والدعم التعليمي، بل تأسيس حياة كريمة للأيتام والأسر الأكثر احتياجا. في موضوع قافلة اليوم، وهي أيضا جزء من الظاهرة، وهي لسنا هنا بالاحتفال حديثا عن هذا الإنجاز، وإنما من خلال إطلاق قافلة أبواب الخير، وهي تشمل أكثر من 800 شاحنة ضخمة، 650 مليون جنيه قيمة التبرعات لأكثر من 5 ملايين شخص يستفيد من هذه الحملة، وهذا يعادل تعداد سكان دول بأكملها وبرمتها، وهذا يعكس حجم هذا الإنجاز من خلال قيمة العمل الخيري الذي تقدمه صندوق تحيا مصر. نتجه إلى ما قمنا بعمله، وهو الأرقام والتقارير. من خلال أو منذ استلمنا البيانات والتقارير من صندوق تحيا مصر اندهشنا. أول حاجة توقفنا عند فئتين، أول فئة هي فئة المعدات الطبية، والتي وجدنا أن هناك أكثر من 10 أنواع من فئة المعدات الطبية المختلفة في القافلة، تشمل أكثر من 6298 معدة طبية، منها 2975 جهاز غسيل كلوي، 1896 كرسي غسيل كلوي، بالإضافة إلى حضانات الأطفال والأجهزة الطبية الأخرى من أجهزة التنفس الصناعي، أجهزة التنفس البخاري وإلى آخره. الفئة الأخرى هي فئة الأجهزة الكهربائية المنزلية، والتي ضمت أكثر من 4000 جهاز كهربائي منزلي يساعد الأسر الأيتام إلى تأسيس حياة كريمة. الرقم البطل في قافلة اليوم هو مليون، وهو عدد صناديق الدعم الغذائي التي تضمها القافلة. وبناء عليه، بعد مراجعة الأرقام وجردها، تقدمنا بطلب رسمي لتسجيل ثلاث أرقام قياسية جديدة لصندوق تحيا مصر، وهي أكبر حملة تبرع بصناديق المواد الغذائية في العالم،
الرقم الثاني أكبر حملة تبرع بالمعدات الطبية في العالم، ورقم الثالث هو أكبر حملة تبرع بالأجهزة الكهربائية المنزلية في العالم. والآن نتابع بعد إذن فخامة الرئيس نتيجة تحكيم الأرقام القياسية. Welcome back to Guinness World Records headquarters. It's now time for me to reveal the result from the official attempt. Takia Massafund, we have received your evidence for the Guinness World Records title for the largest single donation of hunger relief packages, the largest donation of medical equipment, and the largest donation of electrical homeware. Our team of highly trained record specialists have reviewed your evidence and have reached a decision. I can now confirm that your attempt to break a Guinness World Records title has been successful. Congratulations, Takia Massafund, on achieving a new Guinness World Records title. On behalf of Guinness World Records, it gives me great pleasure to present you with this Guinness World Records title. You are officially amazing. We are delighted that you could be part of this Guinness World Records event, and we hope to see you attempting and breaking Guinness World Records titles in the future.